وللمزيد انضم الينا عبر الهاتف الدكتور احمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات. بنرحب بحضرتك يا دكتور على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك يا رئيس استاذ محمود. يعني في البدايه يعني تعليق, ونحن يعني ذكرنا هذا التعليق لكن كمقدمين لهذه التغطيه, لكن في مراكز الدراسات هذه او هذه الارقام التي ذكرناها الان, يعني تخطينا 21 الفا من القتلى واكثر ايضا من عشرات الالاف من المصابين, تفسير أو يعني تحليل لهذا الرقم وسكوت العالم حتى الآن لهذا الرقم, وهو يصنف يعني نحن يعني ألغينا مصطلح الحرب هو إبادة لأنه من ناحية واحدة, تعليق سريع على هذه الأرقام التي وصلنا ليها حتى سكوت المجتمع الدولي عن هذه الأرقام. تحياتي مرة أخرى أستاذ محمود. هو ما يجري عمليا ليس مجرد سكوت ولا تواطؤ, هو شراكة, هو حقيقة شراكة, لأنه إسرائيل هي تمثيل حي لاستعلاء واستعمار واستكبار العالم الغربي الاستعماري الذي يريد أن يعيد تركيب المنطقة بما يخدم أهدافه, أهداف هذا الغرب, يعني من ناحية الممرات, الثروات, السيطرة, إبعاد المنافسين الدوليين, وأيضا حماية الكيان الإسرائيلي الذي انكشفت عورته الأمنية والسياسية في 7 أكتوبر. لهذا السبب المسألة فيها شراكة حقيقية, يعني هناك هذا الغرب الاستعماري يغطي الحرب, يمول الحرب, يعطيها ويغطيها سياسيا وحتى أخلاقيا على فكرة. نعم. الأخلاقية بقول لك أنه المقاومة تتخذ المدنيين دروع بشرية, هذا رخصة للقتل. بالتالي الحرب على قطاع غزة بهذه الطريقة هي كما قلت شراكة. ويضاف إلى ما قلته أنه الفلسطينيون حتى اللحظة ليس عندهم أو ليس لديهم ظهير قوي يستطيع أنه يواجه هذا الغرب الاستعماري. ولهذا السبب هي حرب عمليا حتى اللحظة غير مكلفة, حتى اللحظة, لأنه ممكن جدا أنه بعد إغلاق باب المندب وتدخل إيراني أو تدخل ساحات أخرى قد يتحول الأمر إلى حرب إقليمية, وبالتالي عندئذ سيكون هناك تحرك من أجل إيقاف هذه الحرب. لكن حتى اللحظة هذه حرب مش مكلفة للغرب, ليست مكلفة على الإطلاق, وإسرائيل تتعامل بالرخصة التي هي معطاة لها بالقضاء على بالحرف القضاء على الفلسطينيين. لهذا السبب نرى هذه الأرقام المهولة, أرقام مذهلة, أرقام لم تكن من قبل, وكما قلت ليس سكوتا وليس تواطؤا وإنما شراكة. طيب. دكتور, سنذهب لمنطقة السخونة في المنطقة الشرق الأوسط بسبب هذا الاعتداء وهذا, وأنا أريد أنا لا أذكر أنها حرب, هي لأنه الحرب يكون هناك جهتين أو جهتين متساويتين, ولكن لا يوجد هناك مدنيين فقط يقتلوا في فلسطين, لكن أريد أن أتحدث عن الناحية الإنسانية والناحية الأخلاقية. وهنا يعني يتغير منسقين في كل الجهات الإنسانية, ومن يدعون بحقوق الإنسان ومن يدعون ويتحدثون عن أنظمة سياسية ولا يتحدثون عن قتل وعن دمار وعن قتل للأطفال وعن حتى نزوح. حتى الناحية الأخلاقية كما حضرتك ذكرت, هو ليس فقط قالوا الشمال والآن يتم الاعتداء على الوسط والجنوب ولا يوجد أي مفر حتى للفلسطينيين في قطاع غزة, كيف تجد أيضا هذا التفسير؟ وهل هذا نوع من أنواع الشراكات من المؤسسات الإنسانية والإغاثية, أم أنها مكتوفة الأيدي أمام ما يفعله الغرب والفيتو الأمريكي على سبيل المثال؟ أستاذ محمود, دعني هنا أنا أفرق بين مسألتين. أولا, الإسرائيلي المحتل مدعوما طبعا بأمريكا ولوبيات أخرى كبيرة وكثيرة حيدت كل الهيئات الدولية ابتداء من مجلس الأمن ومحكمة الجنايات, الصليب الأحمر, الإغاثة الدولية إلى آخره, حيدتها تماما ومنعتها من العمل ومنعتها من التدخل, منعتها من المراقبة حتى ومن التصوير, وبذلك الإسرائيلي استطاعت أن تحيد بين قوسين العالم. لهذا السبب انكشف أنه هذا النظام الدولي الحالي هو نظام يعني مش لا يعمل وفقد شرعيته ومشروعيته. لكن المسألة على بالتوازي أو بالمقابل, أيضا الغرب المستعمر وإسرائيل قدمت سردية عجيبة غريبة من أجل استمرار هذه الحرب أخلاقيا, بمعنى أنه هذه حرب النور ضد الظلام.
حرب ضد داعش، حرب ضد ال 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 القتلة الذين قتلوا اليهود بعد الهولوكوست. الحماس، الفلسطينيين كلهم حماس، نحن نقاتل حماس لا نقاتل الشعب الفلسطيني. حماس يستخدم المدنيين دروع مدنية، دروع بشرية أسف. غزة حيوانات بشرية، غزة ليس فيها بريء كما قال رئيس إسرائيل هيرتسوغ. بالتالي هناك سردية عمليا، ليس فقط دبابة تقتل وإنما أيضا سردية تقتل، أو سردية تعطي للدبابة شرعية القتل. نعم، وهي تغيير الصورة الذهنية حتى لي، حتى باستخدام الإعلام، باستخدام البيانات الملفقة والكاذبة تماماً. في أشياء كثيرة. نعم تماما أستاذ محمود، تماما. إذا نحن أمام حرب حقيقية يستعمل، يعني يتم فيها استخدام كل شيء، ليس فقط الدبابة، ليس فقط السياسي، وليس فقط المثقف والإعلامي والتلفزيوني والسينمائي. حرب هائلة لشيطنة الإسرائيلي الفلسطيني وتجريمه وقتله، وبالتالي تصفيته دون أن يثير أحدا في العالم. ما يجري باختصار صديقي العزيز، باختصار ما يجري عمليا هو تجريم الفلسطيني، شيطنته وتجريمه، ثم إسكاته، ثم تصفيته، ثم عدم القول أن هناك في ضحية أطلاقا. طيب، لكن لا يوجد بصيص أمل يا دكتور، ويعني أنا لا أريد أن أطيل على حضرتك، لكن هل المجتمع الدولي تحرك كثيرا؟ يعني أنا كنت أقول قليلا في بدايات التغطية بعد 7 أكتوبر، لكن نرى وإن كان غير مؤثر بشكل كبير، لكن هو مؤثر في الشارع. رأينا بعض اليهود ومن خرجوا يرفضوا الفكر الصهيوني بشكل كبير داخل بريطانيا وداخل أمريكا في المظاهرات. رأينا بعض الحكومات سواء بقى في المجلس العمومي البريطاني مثلا، في مجلس الوزراء، او حتى في البرلمان الكندي، في البرلمان، يعني في اصبح هناك بعض الاصوات التي تكذب هذه الروايات والسرديات الإسرائيلية. هل نعتبر ذلك بصيصا من الامل، ام انه بدون اي تدخلات فعلية وشرعية وقرارات لا وزن له؟ لا لا، بالعكس، كل ما ذكرته حضرتك صحيح ومهم، ونحيي كل شخص يخرج إلى الشوارع يعترض وينتقد. وبالعكس، هناك في 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 شارع غربي غاضب ويسأل ويعيد النظر في العلاقة مع المحتل، ويقول أنه تم خداعه من خلال أنه يدفع ضرائب ويمول فيها حروب لا علاقة له بها، وأنه إسرائيل ليست هي الضحية الأبدية، هي جلاد، إلى آخره إلى آخره. هذا كله كلام صحيح ومهم، وفي تغيرات على فكرة على مستوى الوعي، لكن هذا الأمر لم يتحول بعد إلى أن يكون لوبي ضاغط، جماعة ضغط، جماعة مصالح كما تسمى بعلم السياسي. ليست جماعة مصالح تضغط على القرارات أو على صانع القرار. لم يتحول هذا الغضب إلى حزب، لم يتحول هذا الغضب إلى حمد شعبية، لم يتحول هذا الغضب إلى ما يمكن القول أنه يغير القرار. لذلك صناع القرار الغربيين هم الشركات، البنوك، الكارتلات الصناعية، الأحزاب الأيديولوجية، المنظمات السرية التي نعرفها والتي لا نعرفها. بعد الغضب الغربي لحد الآن لم يتحول إلى أن يكون قوة تستطيع أن تغير شكل الغرب. وعلى فكرة بدي أقول حتى أكون صريح واضح، هذا الغضب الذي نراه في الشارع الغربي هو ليس فقط من أجلنا، لا، هو على فكرة هم بيحتجوا على أنه اكتشفوا أنهم لا يحكموا بلادهم. يستطيع الأمريكي أن ينتقد بايدن كما يريد، ولكنه لا يستطيع أن ينتقد إسرائيل كما يريد. دغري التهم جاهزة ويتم تصفيته معنويا وجسديا. بالتالي الغضب هذا الذي يجري في أمريكا، بالذات في أمريكا، هم اكتشفوا أنهم من يحكم من، يعني من يحكم بلدهم. إذن طيب، بالتالي يجب أن لا نعتمد كثيرا على هذا الغضب، بنعتمد على حالنا، على عربنا وعلى أمتنا وعلى شعبنا، هو اللي بده يغير الصورة، مش هؤلاء، مع احترامي لهم طبعا جدا جدا. نعم طيب، وسريعا وأخيرا، الخطط والمطالبات للهدن، ويعني طبعا مصر يعني من الدول التي وضعت يعني أكثر من خارطة طريق، ورأينا منذ يومين حتى زيارة العاهل الأردني ومحاولة الأردن بالتأكيد، والجامعة العربية والمطالبات في الأمم المتحدة وما إلى ذلك. من داخل هذه الخارطة، وهو جزء أريد أن أسأل حضرتك، يعني رأي حضرتك هام جدا
فكرة وجود الحكومة واحدة وطنية وكانت مطالبات قبل حتى هذه خارطة الطريق أو قبل 7 أكتوبر، هل تنجح ونستغل الموقف الصعب التي يعاني منه الشعب الفلسطيني؟ من الممكن أن تحدث أم أن يعني وجهة نظر حضرتك إيه؟ استاذ محمود، يعني الجهود المصرية طبعا مباركة ونطلبها، بالعكس مطلوبة جدا وننتظرها، مش بس مطلوبة ننتظرها، من لنا بعد الله سبحانه وتعالى غير أمتنا؟ يعني المبادرة المصرية إذا جردناها من التفاصيل هي عمليا تعطي لكل طرف الحد الأدنى من مطالبه، لإسرائيل تعطي الإفراج عن الأسرى وكذلك ما تريد من بين قوسين أمن، وللطرف الفلسطيني تعطي الإفراج عن الأسرى أيضا وتدفق المساعدات والإعمار والأفق السياسي، وهذا مهم، الأفق السياسي ضمن منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاتفاق. بالتالي هذه هي وهي هذا الجزء الخاص بالسؤال، هل نعمل جميعا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهل من الممكن أن نجد حكومة وحدة فلسطينية؟ هذا أصبح الآن مش ترف، هذا أصبح يعني ضرورة، هذا أصبح إذا يعني لا يمكن العمل ولا يمكن التقدم دون هذا العنوان الكبير. أنا برأيي أنه حماس بعد الحرب إن شاء الله طبعا اللي يعني تنتهي على خير، حماس بالتأكيد سيكون لها، ستنفتح على كل التحركات الحقيقية بأنها مشاركة ولا موجودة وأنها جزء من الحاضر والمستقبل، وأنه لا يمكن لها أن تكلع وحيدة أو واحدة، لا، لابد لها أن تكلع مع شركائها الفلسطينيين. بدون ذلك لن تحصل على شرعيات عربية ودولية، وبدون ذلك أيضا لن تحصل على دعم مالي ولا تمويل ولا حتى طرق ولا ممرات. بالتالي حماس الحرب هي ناضجة وسينضجها الحرب أكثر وأكثر. بالتالي أعتقد أنه بعد الحرب سيكون هناك شراكات حقيقية، وسنضطر مش لأنه إحنا يعني بشكل مترف، لا، سنضطر إلى أن يكون هناك شراكات حقيقية. نعم، أنا بشكر حضرتك على هذا التحليل الوافي وهذه المداخلة الثرية، الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، ووجود حضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز.